عليك يا حسين، يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس. لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة. لبيك يا حسين يعني أن تدفع الأم بولدها ليقاتل، فإذا استشهد واحتز رأسه وألقي به إلى أمه وضعته في حجرها ومسحت الدم والتراب عن وجهه وقالت له راضية محتسبة: بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. هذا يعني لبيك يا حسين. وبه نختم ليسمعه العالم، على أمل إذا احتاجوا إلينا في ساحة أخرى لن نكون حملة الأكفان فقط، وإنما سنكون حملة الأكفان والسلاح. والختام: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.